ونفسي أعرف الناس ليه بتلجأ للجروبات اللي على الفيسبوك اللي هي جروبات حل المشاكل، ويدخلوا يحكوا أسرارهم ومشاكلهم العائلية ومشاكلهم الزوجية، ويا ترى أعمل إيه ويا ترى ما أعملش إيه. واحيانا الجروبس دي بتعمل مشاكل كبيره جدا اكتر ما بتفيد، وفي اراء تانية بتقول لا هي مفيده جدا. طب ما تيجوا نعرف اصلا ايه سبب يخليني ان انا ادخل على الجروب اللي بيحل المشاكل الشخصيه وادخل في وسط ناس انا ما اعرفهاش، وما اعرفش ابعادهم النفسيه ايه، وما اعرفش هم ناس سويه ولا لا، واطلب منهم المشوره في مشاكل خاصه في حياتي الخاصه. طيب الاسباب النفسيه بتقول ايه؟ اول حاجه ان احنا بنبقى محتاجين نحس بالانتماء، لان البني ادم بطبيعته كائن اجتماعي، فلازم دايما يدور على الانتماء لمجموعه. فغالبا اللي بيعمل كده بيكون حاسس بالوحده وحاسس بالغربه في وسط الناس اللي حواليه، فبيلجا للعالم الافتراضي والجروبس اللي هي بتحل المشاكل دي. تاني حاجة البحث عن الدعم العاطفي. لما واحد فينا بيواجه مشكلة بيبقى محتاج دايما لدعم عاطفي، حد برضو يطبطب عليه يهون عليه يقول له والله كل حاجة هتبقى كويسة، فبيحب ان هو يشارك مشكلته على الجروبس الموجودة في منصات التواصل الاجتماعي، علشان بيبقى نفسه كده يحس بالتعاطف او التأييد في مشكلته، اللي هو انت مش لوحدك يعني. تالت حاجة انه عايز يحصل على نصيحة. في بعض الناس ما بيبقاش عندها ثقة في قراراتها، هي ما بيبقاش عندها ثقة في إحساسها، ودايما شايفة ان اللي حواليها شايفة احسن منها، مع ان ده مش صح، فبيلجأ للنصيحة الخارجية، فيروح يدخل في جروب علشان ياخد آراء ناس مختلفة، عدد أكبر عدد من الأشخاص وتنصحه يعمل إيه. هي غالبا الحركة دي بتخلي الواحد يتلخبط أكتر، لأنه يعني ما ينفعش كذا حد يقعد يدي الإنبوت بتاعه ويدي الرأي بتاعه اللي هو مختلف عن التاني، بس هو ده اللي بيحصل. سبب من الأسباب برضو التخفيف من الضغط النفسي. أي حد بيقع تحت مشكلة سواء كانت عاطفية أو أسرية أو مع صحابه أو في العلاقات بشكل عام، بيبقى محطوط تحت ضغط نفسي شديد جدا وعايز ينفس عنه، فمش عارف يعمل إيه، عايز يفضفض، عايز يتكلم، ونفسه يتكلم بصوت عالي، فبيضطر أنه هو برضو يلجأ لهذه الجروبات، وخصوصا أنه بيحس شوية بالأمان أنه بيتكلم ناس مش عارفين وهو مش عارفهم، زي بالضبط فكرة ان انا بروح لدكتور فانا واثق ان الدكتور ده مش هيروح يحكي انا قلت له ايه او مشكلتي ايه، بس طبعا مفيش مقارنة، يعني الدكتور ده حد متخصص، بالعكس احنا بننصح بده. في بقى مشكلة تانية بتبقى عند ناس كتير، وان هم حاسين ان هم مش متشافين، فعندهم رغبة شديدة جدا في ان هم يلفتوا الانتباه، عايزين يقولوا للناس بصولنا، على فكرة بصولي انا عندي مشكلة كبيرة جدا، انا وضعي 1 2 3، لدرجة ان في ناس احيانا يعني ضعيفة النفوس بتلجأ ان هي تألف قصة اصلا من الخيال علشان تلفت الانتباه وتكسب شوية تعاطف من اللي حواليها. فتخيل بقى لما تكون نوعية من الناس دي داخلة في الجروب ده، وانت بقى داخل بتاخد الحكمة بتاعت المشورة منهم، يعني الموضوع صعب جدا. الشعور بالوحدة، في كتير ممكن يلجأوا لده لأن حاسين بوحدة شديدة جدا، يعني حد قاعد في البيت طول اليوم ما بيشتغلش مثلا، ست متجوزة ما بتشتغلش، جوزها في الشغل طول الوقت، ولادها في المدارس أو مع صحابهم أو كبروا أو مش لاقي حاجة تعملها، فبتعمل إيه؟ بتبقى عايز تدخل الجروبس دي علشان تبتدي تتكلم وتعمل نوع كده من يعني الونس. من ضمن الأسباب الشعور بالأمان، يعني أنا برضو بحس أن أنا مش لوحدي، يعني أنا كمان لما بدخل أحكي مشكلتي فحد يقول إيه ده أنا كمان اتعرضت للموقف ده وساعتها اتصرفت 1 2 3 وي. في كمان ناس بتبقى من الأسباب برضو اللي موجودة أنه في تواصل سريع، اللي هو أنا عايز دلوقتي حالا، أنا عايز أحل مشكلتي دلوقتي حالا، فإيه السريع؟ أدخل على الفيسبوك على طول أشوف الجروبس اللي بتحل المشاكل وأبعت لها مشكلتي، فالناس هترد عليها بسرعة. وطبعا في ناس بتشوف انه هي مفيده عشان فيها تنوع، انا لما بدخل اقول المشكله بتاعتي باخد اكتر من وجهه نظر، باخد اكتر من راي، فببتدي افلتر مع نفسي كل الاراء دي واشوف طب انا فين من دول، انا واقع في انهي درجه من دول. فالسؤال اللي احنا بنقوله في نفسي، الجروبس اللي موجوده على شبكات التواصل الاجتماعي اللي بنشارك فيها مشاكلنا وبناخد فيها اراء بعض، هل فايدتها اكتر من اذاها، ولا العكس ان هي بتسبب مشاكل اكتر ما بتسبب نفع؟